انا سلمك. معك سياره؟ معي يا معلم. خد الاولاد والاغراض وحطهم بالسياره. لو بدي اخذ الاولاد. الاولاد اماني عندي ليرجع انور. لا الاولاد بدي اخذهم من هون على بيتي، فهمت؟ ماشي الحال، ضلي معهم وروحي معهم. لا ما حذرت، ما حفارقهم ولا لحظه، وببروح الا على بيتي. نحن اتفقنا اجيب الاولاد واخذهم معي. ايمينك احسن ما مل الدنيا صار. الحمد لله على السلامه. شو القصه؟ كمان بده ياخذ لي اولادي. ياخذوا، انا ما بعطيهم لحدا، فهمت؟ الحمد لله على السلامه. هدول اولادي احمد وحنان. الحمد لله على السلامه. هلا مو وقت المجاملات، بدي اخذ اولادي وامشي. شرف احكي معك كلمتين بس. عشان هدول اولادها انت باي صفه بدك تاخذهم؟ وانت شو دخلك؟ عم اقول لك اولادها انت باي صفه بدك تاخذهم؟ دياب خذ الاولاد والغلط على السياره. ماما بعد عم اقول لك بعد الشرطه، اطلبوا لنا الشرطه. فعلا شنطه انا. مين حضرتك؟ انا ملازم اول مازن الامن الجنائي. اهلين ملازم اول، نحن اصدقاء ما في شيء ابدا سوء تفاهم. اعطيني جواز. هدول اولاد انور الشاوي؟ اي نعم، وانا مرته. كيف حال يا مدام؟ حضرتك مطلوبه معنا على المديريه، انت اولادك. تفضلي معي. راحوا. هلا شو بدنا نعمل؟ خليك وراهم، شفتي وين رايحين. ما بدي اياهم يغيبوا عن عينك بنوب. تحرك لشوف. حاضر. ممكن افهم ليش جبتنا لهون؟ ابدا، روتين بسيط. رح ناخذ عنوانك الدائم ونحطك تحت المراقبه انت واولادك. بس نحن ما علينا شيء وما لنا علاقه باللي عم يعمله انور. ايه وبركي رجع انور. حتما اذا رجع انور رح تمسكوه بالمطار. وين حتسكنوا هلا؟ مؤقتا بالاوتيل لبين ما الاقي شقه. ليش مالك راجع على جرمانة؟ معقوله حطوا اولادي بالبريه؟ وباي اوتيل رح تنزلوا؟ لحد هلا ما بعرف. على كل حال انا رح ابعت معي بشرطي يوصلك على الاوتيل بالسياره، وخليكي على اتصال فينا اذا شفتي انور او سمعتي عنه شيء. بدك تخبرينا فورا. اخذوها على الجنائيه، قعدت ساعتين او اكثر، وبعدين ركبت سياره الشرطه وراحت. لوين؟ ايه ما بعرف، ما قدرت الحقها. شلون ما قدرت الحقها؟ ايه كان في قدامي اكثر من 20 سياره، ما قدرت اطلع. الله لا يعطيك العافيه. هلا يا عبد الحميد، شو بدك منا؟ هي الاولاد صاروا عندك، اتصل بانور وهدده. لك شلون بدي هدده؟ ما بدي يكون الاولاد عندي حتى هدده؟ كان بدي اياهم يحكوا معه مشان يصدق. احكي معه وقول له الاولاد عندك، وبس يجوا عندك بيحكوا معه. ماشي يا حسابي ما بدك، ما انك ما بتفهم. جيب لك التليفون. ما بدي اخذ رقم هاتفه من عفاف. ايه بعت له تيليكس. بدك قوم من وشي احسن، ما فيش شعر فيك. قوم. مرحبا مدام هند. اهلا وسهلا. لو سمحتي عبير موجوده؟ حتى لو ما كانت موجوده البيت بيتك. اهلا وسهلا، تفضل. تفضلي مدام. شكرا كثير. اسلم البيت لاصحابه. بحرجتي ابني احمد وبنتي حنان. اهلا وسهلا باخوات عبير. ما بعرف كاني اجيت بوقت غير مناسب. وين عبير؟ اهلا وسهلا فيكي باي وقت. عبير وصلت مشوار وهلا بترجع. نحن نزلنا باوتيل، بس هلا انا عم دور على شقه. البيت بيتكم ها، باي وقت بتحبوا. تسلمي يا مدام هند. أنا قلت لحالي بخلي الأولاد عند عبير، لأنه بصراحة ما بمن أتركهم بالأوتيل لحاله. هذا بيتهم،
بيت عبير هو بيت أهله وإخواته، إذا بتحبي خليهم عندي أنا ما عندي مانع. ظاهر بدها تتأخر عبير، أنا ما عاد أقدر أستنى، مضطرة أمشي، رح آخذهم معي. لا والله ما بتاخذيهم، روحي أنت شوفي شغلك وخليهم عندي. معقولة مدام هند؟ بخاف يعذبوك لأنه أنت لوحدك. ولا يهمك، روحي وأنت مطمنة. تسلمي، عم تخجليني عن جد. ماما هلا بتجي أخذكم، أوعكم تعذبوها للطعم، ماشي؟ يلا شكرا كثير بخاطر. الله معك. تعالي لشوف حبيبتي لعندي. شو اسمك يا شاطرة؟ حنان. وانت شو اسمك حبيبي؟ اسمي زياد. بس الماما قالت لي انه اسمك احمد. مدام بتعرفي ليش عم تسأليني؟ ما بعرف. عمتي؟ يا عمتي؟ ظاهر ما في حدا. مين انتو عمو؟ مين جابكم لهون؟ ماما. وين ماما؟ راحت مشوار. انتي حنان؟ انتي عبي؟ يا حبيبتي صرتي صبية. وانت احمد؟ تعال حبيبي اعطيني بوسي. ما بدي. انا عبير، انا اختك. ما عندي اخوات غير حنان. هي اختك، لحقت عنا الماما. بعرفها، ابي حكالي انها ماتت. ابوك؟ اصلا انت مثله. وين عمتي؟ جوز تكون بغرفتها. شو فيها؟ انت ابن عفاف؟ انا ابن انور. عمتي؟ حبيبتي شبك؟ مريضة؟ لا مالي مريضة. لقيتك تأخرتي ارتاح شوي. شفتي اخواتك؟ شفتهم. مين جابهم؟ عفاف. تركتهم عندك لبين ما ترجع. ليش لحتى تتركهم عندي؟ لحتى تشوفيهم وتتعرفي عليهم. انا ما بدي اشوفهم ولا بدي اتعرف عليهم. الك اتركيني وبعدي عني. انا هيك علمتك؟ يا عمتي هدول ولاد انور، وانت بتعرفي شو يعني انور. ولاد عفاف هدول اخواتك، هدول اطفال وما لهم ذنب. بعدين صدقيني انا ما بكره الانوار. بتعرفي ليش؟ لانه السبب بجيتك لعندي. رح يجي يوم تكرهي الساعه اللي شفتيهم فيها. شو معنات هالحكي؟ شو قصدك؟ هدول ولاد انور جيتهم يعني رجعت انور، واذا انور رجع رح يموت، رح يموتوا على ايدي. انا من سنين نويت اني بدي اقتله، ما رح اتراجع ابدا. انتي تقتلي انور؟ اذا بشوفك بعيني ما بصدق. عبير انت عم تحكي عن جد؟ قدري ومكتوب علي. انا عهدت جدي شاكر ورح اوفي بوعدي. وتضيعي حالك؟ قلت لك قدري ومكتوب علي. من زمان وانا بقول لك لا تجيبي سيره القتل على لساني، وبرجع هلا بقول لك نفس هالحكي. امشي قدامي، امشي امشي، خلينا نطعمي اخواتك. يلا وين هرباني؟ انا ماني هرباني، انا كنت جاي لعندك. لا واضح، فوتي لشوف. قلت لك من الاول انا رح ساعدك مشان تاخد حقك، بس على طريقتي مو على طريقتك. قلي لشوف شو قال لك انوار. عادي شلون بدي اتصل فيه؟ شلون ما معي رقم تليفونه؟ بعدين ما عندي شيء اهدده فيه. ايه معك حق، هاي رقم تليفونه بالبيت وبالشغل، اتصل فيه وشوف شو بيقول لك. بدي ولاده يحكوا معه مشان يصدق انه عندي. اتصل فيه وعطيه موعد لبعد كم يوم، انا بجيب الاولاد وبخليهم يحكوا يلي بدك اياه. عفاف اسمعي، لقل لي انا يأسان، علي 16 مليون دين وما معي منه شيها. اذا ما رجعوا لي مصاريي بتضيع حياتي. لا تلعبي معي، والا ما بتعرفي شو ممكن اعمل فيك يا عبد الحميد.
حميد انا ما عم بلعب معك، ما عم بلعب معك. انا بدي بيت لحتى ضب اولادي فيه وعيش مثل العالم والناس، وبعدين انا عم ساعدك، عم ساعدك مشان توصل لانور، اكثر منك ما بقدر بعمل. وين البيت؟ لما مستقر بقول لك عليه. هذا جدول المناوبات، بتعطينا الملازم سميحة وبتخليها تعممه على كافة العناصر. شو آخر الأخبار عندك؟ أبداً، عبد الحميد ما دفع الضريبة من 3 سنوات، ولحنا منا طلب مشان يلحقوه ضريبياً. أما بالنسبة لعفاف، عم تدور على بيت عم تتنقل من مكتب لمكتب. أما دياب صفيان شوي مع عبد الحميد وشوي بالشوارع. كتير منيح، بتخلوا عينكم على يون وبتخبروني أول بأول شو بصير معكم، ماشي؟ حاضر سيد. سلام. شو حبيبتي؟ ليش ما رحتي معنا؟ أبوكي ما رضي ياخذني. أبي مو أبوكي؟ لا حبيبتي، أبي غير أبوكي. وين أبوكي؟ هون. أمي بس هي أمك. بكفي وزيادة علي. شو عم تعمل أنت؟ شو هاي؟ هاي مكواية، اتركها من إيدك. ليش محطوطة هون؟ ما دخلك، اتركها من ايدك. ان شاء الله بتنكسر ايدك. لا ان شاء الله بتنكسر ايدك. لك شو صار؟ ليش عم تضربيه؟ كسر لي المكواية. انا كسرتها، حنان هي كسرتها. واذا كسرها بشتري لك غيرها. ما بدي لا تشتري لي ولا بشتري لك. كل شيء بدي اياه منك تبعدي هالسعدان عني. هي المكواية اللي كسرها ذكرى من جدي شاكر. فعلا انك لئيمة، وهذا اللي عم تقولي عنه سعدان بيكون اخوك، فهماني؟ امشي ماما حنان. يلا ماما أحمد.